جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح أن الصيد محرم في رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم؟ وما معنى قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ هل يعني الإحرام إحرام الحج والعمرة أم يعني شيئا آخر؟ جزاكم الله خيرا. الصيد حلال ولله الحمد، ولكن يحرم في الحرم، يحرم في الحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. فالصيد في الحرم وما كان داخل الأميال حرام للمحرم ولغير المحرم، وفي أيام الحج وفي غير أيام الحج دائما وأبدا لا يجوز الصيد في الحرم، وكذلك لا يجوز الصيد للمحرم ولو كان خارج الحرم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله وإذا حللتم فاصطادوا، يعني في غير الحرم. فلا يجوز الصيد في حالتين، حالة ما إذا كان الإنسان في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم، وحالة ما إذا كان الإنسان محرما سواء كان في الحرم أو خارج الحرم. ومع ذلك فالصيد حلال، وجميع الشهور يحل فيها الصيد، الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم، رجب وغير رجب. نعم.